حرروا نقابة الصيادلة شعار وقفة احتجاجية نفذها ظهر اليوم عدد من أعضاء نقابة الصيادلة للمطالبة بتحديد موعد لإجراء انتخابات لمجلس نقابتهم وتحريرها من الوصاية المفروضة عليها من قبل وزارة الصحة والحكومة وفق المعتصمين. هذه النقابة التي بعد مضي عام على حل مجلس نقابة الصيادلة نتيجة استقالة ما يقارب 6 أعضاء من المجلس المنتخب، نفذ العشرات من أعضاء نقابة الصيادلة من مختلف محافظات المملكة وقفة احتجاجية اليوم أمام مجمع النقابات المهنية. نحن نبحث عن حقوق لزملائنا الصيادلة، الحق الوطني، الحق الديمقراطي في انتخاب مجلس تنتخبه الهيئة العامة، خاصة وأنه في سنة كاملة نقابة الصيادلة أصبح صندوق التقاعد يتراجع، وكافة القضايا المتعلقة بالزملاء الخدماتية حقيقة أصبحت فيها كثير من العوائق لعدم وجود مجلس. ما نبحث عنه هو انتخابات بالسرعة الممكنة وتحديد هذه الدورة، هي دورة تكميلية عن دورة عادية. اللجنة القائمة بأعمال مجلس النقابة أشارت إلى أن النقابة مظلة لجميع الصيادلة في المملكة، وأن اللجنة قامت بإجراء المخاطبات اللازمة مع وزارة الصحة وديوان تفسير القوانين. اللجنة خاطبت وزير الصحة معالي وزير الصحة بأن يبعث لدولة رئيس الوزراء كتاب يطلب منه مخاطبة ديوان تفسير القوانين من على بقانونية الانتخابات، هل هي تكميلية أم لدورة كاملة؟ مطلب أساسي وقانوني بحسب المعتصمين، وهو إجراء انتخابات خلال 72 ساعة كحد أقصى بسبب الوضع الراهن المتمثل باستمرار إدارة النقابة من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة، الأمر الذي يخالف أحكام قانون العمل النقابي. أسامة العدوان، رؤية.